هذا رأيي في درسك. عجباً، أتمنى لو أنه حبيبي. سألتقط صورة سيلفي. ماذا فعلت؟ أمسكوا به. هيا بحقك، كانت مزحة يا أخي. ستأتي معي. أبعدي يديك عنه. أوه. هذا ليس جيداً، هذا اعتداء. أنا آسفة للغاية. ستذهبين إلى السجن، ارتاحا، وستمكثان هنا لوقت طويل. ولكنها كانت حادثة، لا أصدق أنني في السجن. رائع، زميلتي في السجن خرقاء. أحضر لي بيتزا بيبيروني، هذا مثير للغاية. 106، 107، 108. رائع، انظروا إلى تلك العضلات، إنه قوي، يمكنه أن يرفعني بذراعيه في أي وقت. علي أن أبقى رشيقاً. ربما ليس السجن سيئاً للغاية. يا له من تمرين رائع، عضلات ذراعي مبسوطة. عانقني. هذه لا تفعل شيئاً. أجل، هذا أفضل. هذه هي شدة التمرين التي أبحث عنها. فتى جذاب وكتب، هذا حلم. هذا سيؤدي الغرض. تمرنت بجد حتى تعرقت، أحتاج إلى مشروب. أنا عطشان للغاية هنا. رباه، انظروا إلي، من كان يعلم أن الماء جذاب هكذا؟ أوه. إنه يقول أعذب الكلمات. يا للهول، شربت كثيراً، علي التبول. هل يغازلني؟ إن أردت الرقص معي فسألني فحسب. كلا كلا، هذا ممتع، لم أرقص مع صبي من قبل. تعالي إلى هنا. هل تقيمون حفلة؟ رائع. شكرا لك، علي الذهاب الآن. سأزيد حماس هذه الحفلة. حقا، هذا مرح رائع، أنا أحب السجن. من الأفضل أن تبدأ الرقصة وإلا. ساعدوني رجاء. أحب هذه الأغنية. أجل، سأتبول على نفسي. ما يا رجل، هذا مقزز. معي منديل. هذا محرج للغاية. قبلني. منذ رأيتك أصبح قلبي ملكك. هيا يا أخي، هذا ما لديك، شاهد هذا. هوب هوب، أداء ضعيف يا أخي. أجل، يا له من حلم جميل. أفترض أن علي النهوض. أكره هذا المكان، أريد الخروج. انتظروا لحظة. كلا، لا يمكنني ضغط نفسي من خلال القضبان. ربما تفيدني هذه الملاقط، هذا ما أحتاج إليه تماما. سألعب كرة السلة قريبا، أمل أنها حادة. وكذلك، ها نحن ذا. هذا أصعب مما ظننت. لابد من طريقتي للخروج من هنا. يمكنني لكم طريقي إلى الخارج، وهكذا أتمرن في الوقت ذاته. خذ هذا أيها الحائط. بلا طائل، هذا غير عادل. حسناً، أنا غاضب الآن، أخرجوني. مستحيل، لقد نجح الأمر، ولكن لا يمكنك الرحيل، علي إيقافه. ينبغي أن يكون هذا كافياً. هروب من السجن؟ كلا، توقف. أنت تفسدين كل شيء، أنت شريرة جداً. أكره هذا. معاً للأبد. يبدو حزيناً فعلاً. أعرف كيف أسعده. أحتاج إلى هذا. سأتخلص من الكتب أولاً، سيكون هذا مفيداً. كدت أنتهي، كرة سلة في الزنزانة. هذا ما أظنه. شاهدي هذا، سأنطلق. أي حقاً؟ أوبس. أتمنى لو أن بإمكاني فعل شيء. أحب المكان، رفقة رائعة.
ماذا ترسم لكسي؟ علي رؤية هذا بهدوء ولطف. سأكون مثل النينجا. ماذا تفعل؟ أتمرن فحسب. حسناً، إنه لطيف جداً. إنها لا تشك في شيء. أي لون نستخدم؟ أنا ذكي جداً، كدت أصل. نظرة سريعة فحسب. توقف عن ذلك. ما هذا؟ الرسائل السرية ممنوعة، وكذلك الرسائل الغرامية. على الرغم من أن الأمر لطيف، ربما يمكنني المساعدة لنلقي نظرة على ملفه. يبدو خبيثاً جداً. قد يكون هذا مفيداً. ممل، يمكنني استغلال ذلك. أحب لعب دور كيوبيد. وقت الطعام، أتضور جوعاً. استمتع. وإليكما المكون الإضافي. كيف يخافون منك؟ حان وقت العمل. هذا مشوق للغاية. لذيذ، هذا شهي، إنه يؤكل على الأقل. أتمنى بأكل بيجي. ها؟ ظننت أن لدي المزيد. لا بأس. أتمنى وجود شموع. ما زلت جائعا. كان هناك جزرة، أنا متأكد. كلا، أرجوكم كلا. أهذا فأر؟ ساعدوني، احمليني، لقد نظر إلي. لا بأس. يظهر الشر في عيني. أنا معك، انظر، لقد ابتعد. كان ذلك مخيفا. ربما عليك البقاء هنا تحسبا. اتركيني، إنها قوية جدا. علي الحفاظ على لياقتي البدنية، بإمكاني فعل هذا. علي أن أبقي ذهني منتبهانة. ما تلك الرائحة؟ كلا، ليس ذلك. كان علي التخمين. لقد نجحت. ماذا هناك؟ كلاكما كريه الرائحة، اخرجا إلى هنا الآن. هذا سيء، أحتاج إلى الاستحمام. رائحتنا كريهة بالفعل. أجل، كريهة جدا. يمكنك الاستحمام أولا. أظنني سأنتظر. ما هذا؟ لا أظن أن هذه شوكولاتة. لماذا يفعلون هذا؟ هذا مقزز. أحتاج إلى الاستحمام. لقد رأيت أسوأ من هذا في غرف الخزائن في المدرسة. أبدو جيداً. أتلك شعرة زائدة؟ لقد استغرق وقتاً طويلاً. ماذا يفعل؟ أجل يا عزيزي. لا لا لا، رائحتي كريهة. أنا مستيقظة. هيا أسرع. أتشو، هذا ممتع. أنا مضحك. ظننتك تهت. رائحتي منعشة. أخيراً. ربا، الفتيان مقززون جداً. ماذا كان يأكل؟ كلا، لا يمكنني. معذرة، هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك تشغيل الدش؟ هل علي فعل كل شيء؟ حسناً، أكان ذلك صعباً؟ ظننت أنك ذكية. هذا مثير جداً. سأخرج اليوم؟ سينتهي هذا سريعاً. لن نكون معاً مجدداً إلا أجل، سأخرج من هنا.
هيا. واو، أنتما لا تتعلمان إطلاقاً، ستبقيان هنا. خطة محكمة. مرحباً. أجل، سأخرج من هنا. هيا بنا، لن أتركك أبداً. أوبس، لم أتوقع هذا. يمكنك الذهاب، أما أنت فستبقين. كلا، انتظرني يا مايلز. حياة السجن صعبة، كيف ستتكيف وراء القضبان؟ هل ستستخدم عقلك أم عضلاتك؟ أخبرنا في التعليقات. تذكر مشاركة الفيديو مع أصدقائك ولا تنسى الاشتراك في القناة للمزيد من الفيديوهات المرحة.